وأما الفرض الثاني المتعلق بالميت فهو التكفين، وقد أجمع العلماء على وجوب تكفين الميت كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. وأقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه وجسمه ورأسه مع ذلك طبعا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد. واستدلوا بما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: لما قتل مصعب بن عمير يوم أحد لم يترك إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي. حاشية ابن عبدين. فالواجب للميت مطلقا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى ثوب واحد يستر جميع بدن الميت. ومذهب الشافعي أن أقل الكفن ما يستر العورة، وللمرأة ثوب يستر جميع بدنها. واستدلوا بحديث مصعب أيضا، قال النووي رحمه الله: ولو كان ستر البدن واجبا لاشتروا له من تركته كفنا، وإن لم يكن له مال لوجب تتميم الكفن من بيت المال، فإن فقد فعلى المسلمين. لا يوجد إمكان من بيت المال على المسلمين. ويجاب عن هذا الذين قالوا يعني إنه يجب ستر جميع البدن سواء كان ذكرا أم أنثى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوا ما يكفنون به شهداء أحد حتى يكفنون الرجلين في ثوب واحد، كما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدم في اللحد. إذن من أين يشترون الكفن وهم لا يجدون ما يكفنون به شهداء أحد؟ والحال كانت صعبة في أول العهد المدني، يعني إلى خيبر الوضع صعب. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يوجد ما يستر الميت ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مصعب بن عمير: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. متفق عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والدليل على أن هذا واجب يعني ستر جميع الميت بالكفن أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكفن من عند الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، وهو نبات معروف. فإن لم يوجد شيء مثل أن يحترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم، فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ترى أحيانا يصير زلزال ويموت عشرات الآلاف. ثالثا في الكفن، السنة بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة، وتكون كلها لفائف طويلة على قدر طوله عراضا بحيث تلتف كل واحدة منها على جميع البدن، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه البخاري ومسلم. السحولية ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن،
وهي منسوبة إلى سحول، قرية باليمن تعمل فيها. قال النووي: وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير. قال ابن قدامة: وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن. لماذا؟ خلاف السنة ولما فيها من السرف وإضاعة المال. ويدل على استحباب تكفين المرأة في خمسة ثياب ما جاء عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. الحقاء لغة في الحقو، وهو الإزار، لأنه يعقد على الحقو. الحقاء هو لغة في الحقو وهو الإزار لأنه يعقد على الحقو، والحقو وسط الجسد، والحقو ثبت لله في صفاته سبحانه على الوجه الذي يليق به دون تشبيه بالمخلوقين. ثم الدرع وهو القميص، ثم الملحفة وهي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف كل ثوب يتغطى به. يناولناها يعني هذه الأثواب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن الملقن في البدر المنير، وقال النووي في المجموع إسناده وحسن إلا رجلا لم أتحقق حاله، وقال ابن كثير إسناده غريب وضعفه الألباني. فهو إذن حسن عند بعضهم ضعيف عند آخرين، وعلى هذا الحديث عمل أكثر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن منذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب المغني، وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، يعني غطيناها. قال الحافظ إسناده صحيح فتح الباري. قال ابن قدامة: وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين. انتهى. وذهب بعضهم إلى التسوية بين كفن الرجل والمرأة لعدم صحة ما يدل على التفريق بينهما، لكن حديث التفريق حسن عند بعض أهل العلم ثم العمل عليه. رابعا: يستحب أن يكفن الميت في ثياب بيض، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، رواه البخاري ومسلم. فقولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه. شرح النووي: وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وصححه النووي في المجموع. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده صحيح، إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحب أهل العلم. طيب، بقيت بقية في تكفين الميت سنأتي عليها وعلى ما بعدها من الأعمال للميت في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.